السلام عليكم، صباح الخير للجميع، يعطيكم العافية. Let's carry on once it starts. Okay. مرة ماضية وصلنا عن موضوع كنا نحل فيه معادلات constant acceleration، وحتى شفنا انه بعض الاحيان ما في constant acceleration، variable acceleration، شفنا كيف نتعامل مع هاي المعادلات، نتعامل معها بالطريقة المناسبة اللي ممكن إحنا ما نستخدم معادلات الحركة اللي تعلمتوها زمان. هاي فقط تستخدم وقت الـ constant acceleration only. أما كل السؤالين اللي حليناهم كانت مختلف أو كانوا مختلفين بشكل عام. خلينا الآن نشوف نوع من الحركة. هذا نوع الحركة يتضمن يا أما constant acceleration، يا أما variable acceleration، يا أما different type of movement. تمام؟ شو بتضمن هذا الحركة؟ بنسميه erratic motion. Alright. أنا لسه قبل شوي جاي كنت سايق سيارة تمام من البيت. أول ما طلعت أنت أو يعني بناخذها بالصيغة العامة، شغلت السيارة. كنت إيش؟ شغال على طبعا المعظم بيعرف الغيارات، غيار واحد، غيار الأول على سرعة خفيفة. تمام. الآن بعديها عندك متغيرات على الطريق. بعديها زدت السرعة مشيت على الغيار الثاني. بعديها زدت السرعة كمان مشيت على الغيار الثالث. بعديها أنت بتعرف طريق إنه في مطب عندك، فأنت بطأت. شو عملت؟ ديسيلريشن. كمان أنا عملت قبل شوي أكسيلريشن، هلا عملت ديسيلريشن، بطأت السرعة عندي. بطأت السرعة، بعديها طلعت عن المطب، مشيت، زدت السرعة، فعملت أكسيلريشن. كان عندنا ترافيك لايت، فبالتالي انت عملت ستوب، عملت ديسيلريشن بعديها ستوب، يعني ايش؟ عملت تبطئ السرعه بعديها ستوب. فبالتالي يعني من المجمل اللي بدنا نوصله انه في عندك الحركه not constant or not organized not ايش؟ smooth rough motion. كيف rough motion؟ انه انا بتغير عندي الحركه تبعا لتغير الاجواء في الطريق. تمام؟ في زحمه، في طلعه، في نزله، في بدك تعمل يو تيرن، بدك تعمل راوند اباوت، بدك تعمل شغلات معينه، فبالتالي هاي بنسميها erratic motion. فبشكل عام erratic motion cannot be described by a single equation or a single function. قبل شوي تذكر المره الماضيه، يعني اذا بنرجع لورا عملنا ديسكريبشن لسرعه الفتاه هون بالفي، تمام، بهاي الطريقه. ولكن احنا الان لما تصير متغيرات، هذا فرضنا ان ماشي بسرعه على هذه السرعه، ما صار عنده لا تباطؤ ولا زياده ولا شيء معين، تمام؟ فبالتالي ايش عندي انا هون؟ صار عندي different type of motion, different functions. I cannot describe it with a single function. فبالتالي هون this is called erratic motion. So far فبالتالي so far all the cases we have looked at could be described with a singular continuous function. But what if object has changing in a, as in to an erratic motion؟ زي اللي حكيت من قبل شوي، انت في السياره بتزيد بتقلل بتطلع على المطب بتعمل يوتي، فبالتالي تغير بشكل كامل عن ايش؟ عن نوع الحركه اول ما بديت. تمام؟ فريكت لينير erratic motion is an organized rough motion. An organized rough motion. الحركة مش متسلسلة، مش متناغمة. كيف يعني مش متناغمة؟ يعني مش نفس النمط ضليتك ماشي، ما ضليتك على acceleration معين. حتى لو ضليتك على acceleration، ربما أنت أول مرة بتشوف الشارع فاضي بتزيد acceleration عندك بسرعة عالية أو يعني بريت عالي. بعديها بتشوف إنه في عندك تباطؤ شوي، فبضلك على acceleration، تمام، ولكن بتقل الاكسلريشن. فبالتالي هون هذا اللي مقصود فيه erratic motion. صعب صعب اني اوصفها بمعادله واحده، فبنتلجا لشيء بنسميه a series of function could be used in combination to describe the motion. بدنا ناخذ عده function حتى نعمل description لهذه الموشن. فبالتالي graphs or graphing method can be used. إذن graphing method
can be used. كيف يعني graphing method؟ يعني الطريقة اللي بتتم فيها عملية الرسم. طيب الرسم بالعادة شو بيكون عندك؟ متغيرات، ممكن يكون عندك X وممكن يكون عندك Y. فبالتالي أنا الرسم مش بكل بساطة بستطيع يعني أو أوصفه بone function. يعني مثلا أنتم ماخذين رسم كتير أو في الماثماتيكس والفيزيكس وأبصر وين. فبالتالي إذا كان عندك هنا، إذا هذا اعتبرت الفيلوسيتي وهذا التايم، ممكن أحكي هيك. تمام؟ شو معنى هذا الحكي؟ إنه السيستم ماشي إيش؟ بطريقة معينة بخط لينير. طيب أنا أحياناً ما بمشي بهذه الطريقة فقط، يعني السيارة ما بتمشي بهذه الطريقة، حتى الإنسان بمشي الطبيعي ما بيمشي بهذه الطريقة. الأوبجكت المشين كلها بتمشي بمتغيرات. فبالتالي ممكن يكون عندك بالشكل التالي، خلينا نستخدم ريد لايت. أوكي؟ ممكن يكون أول ما بديت بتسارع عالي. تمام؟ بعديها أنت عملت تسارع كونستانت. بعديها تسارع صفر. طبعاً هلا من ليش عرفنا إنه صفر وهي الأمور. بعدين انت رجعت بايش؟ قللت السرعه، او مش قللت السرعه، قللت السرعه ورحت عكسي. فبالتالي عندي عده نقاط انا بحكي فيها لهذا الموضوع. فمشان هيك انا I cannot describe it with a single equation, so I have to use the graphing method. Right? Example عليها. Right? يعني منشان نربطها بالواقع اكثر، هاي اكثر شيء بالسيارات بالحركه. الأرثيكويك أو الفايبريشن الموجود عندنا لا يمكن describe it with a single equation. إحنا طبعاً بنهاية الشابتر بنهاية الكورس بدنا نعمل description with single equation، بس هذا الحكي مش مزبوط، يعني مش عملي كتير. فبالتالي لما بتسجل مثلاً displacement مع acceleration بتلاقي علاقة مختلفة، بتتغير هاي العلاقة مع displacement مع acceleration أو مع الزمن. فtherefore graphing provide a good way to handle complex motion that would be difficult to describe by formulas. احيانا احنا ما بنقدر نوصف بقط، يعني جزء الفانكشن حتى صعب انك توصفه. فبالتالي بدك توصف الحركه تاعت الجسم باستخدام الجرافي ميثود. The graphs relate two variables. احنا الكلاسيكال جراف ما بناخذ 3D graph or 3D or 4D graphs، بناخذ 2D graph. بالعاده بيعمل ايش؟ two variable. For example, كنت ترسم X و Y بالمدرسة دوما. Y X Y function of X، أو أحيانا X of T X function of time. فبالتالي هنا عندي two، إيش نسميهم؟ two axes. X for example not necessary to be X. يعني we can say the horizontal axis vertical axis. Alright، هذا اللي إحنا معظم الأحيان نعمله. Horizontal axis or vertical axis. فبالتالي I can choose any two of them, two variables, to include them where in the graph or to use them in the graphing method. Alright. فبالتالي ممكن أنا ببساطة يعني إذا أنا ربطت العلاقة وهاي راح نشوفهم واحد ورا الثانية. إذا ربطت S مع T بسيطة بعرف شو بستخدم منها، شو الاشتقاق تاعها، يعني شو التكامل تاعها يعني. تمام؟ واحدة step by step. The famous graph relating the position, velocity, acceleration with time. هدول أشهر ثلاثة. إنه بنعمل X مع T أو S مع T، velocity مع T، acceleration مع T. This is the classical method and called time dependent graphs. يعني ال X axis بكون إيش؟ أو ال horizontal شو بكون؟ time. وال vertical يا إما بكون S يا إما بكون V يا ما بيكون acceleration. يعني هذه الطريقة بعد time هنا V or S or acceleration. فبالتالي أنا عندي هذه الطريقة اللي بستخدمها في عمليات ال graphing method أو أن أرسم علاقة معينة ما بين two variables. طيب نبدأ فيهم. Let's consider ST. شو S كمان مرة؟ position. إذا أنا بدي أرسم العلاقة ما بين البوزيشن والتايم. كيف هاي الحكي بقدر أحكي أو يعني كيف بقدر أشوف الموضوعون؟ هاي بكل بساطة if you have a GPS in your car you can draw this relation. أوكي؟ إحنا طبعا هون إحنا كثير مركزين على موضوع إنه يمشي إيش؟ 2D. تمام؟ عفوا يمشي rectilinear motion. لما تصير الحركه اكثر من الكلينير موشن
تصير شوي صعبة، تمام؟ تصير شوي صعبة، فبالتالي ممكن أنت تأخذ الـ velocity magnitude والـ acceleration magnitude مع الـ time أو مع الـ displacement. فبالتالي إحنا يعني بدنا نسهلها عليكم مشان نعطيكم الفكرة، بدنا نخليها moving in one dimension اللي هو بنسميه rectilinear motion. يا اما انا بتحرك بالاكس مثلا او بتحرك بالواي او بتحرك باكس جديد يعني بيجي ما بينهم بس بسميه اس. فور اكزامبل لما رسمت الرسمه ما بين التنين طلعت عندي الجراف بالشكل التالي. هذه الاكس اكسس عفوا تي والواي اكسس اس. شو الوحده تاعت اس؟ متر، كيلومتر، هكتار، سنتيمتر، اللي بدك اياه. تمام؟ والتايم معروف وحدته يا اما سكند يا اما منت يا اما اور، فبالتالي معظم الاحيان هو سكند. طيب انا رسمت هذه الرسمه، طبعا مين رسمتها اعطاك يعني السياره او الحركه اعطاك انه هذا الجسم بيتحرك بهذه الطريقه، تمام؟ طلع هنا يعني تقريبا I can't describe it with a single equation. يعني هون انا بتوقع انه كونستانت، right؟ كونستانت ايش؟ يعني هذا خط مستقيم، هون خط مائل كونكيف اب، تمام؟ هذا عفوا مش كونكيف اب، هذا كونكيف داون، هذا كونكيف داون، بس ايش؟ اللي تاعهم الكيرفتشر مختلف، يعني الراديوس اوف كيرفتشر هون قطر الانحناء او نص قطر الانحناء مختلف عنهم، فبالتالي المعادله مختلفه، وهون تقريبا مشي بخط مستقيم. فبالتالي انا عندي هون شو بقدرش اعمل له ديسكريبشن وذ سنجل ايكويشن. فطلب منك قال لك ما دام انت عارف في تي زي ما طلبنا بالسؤال السابق، كنت عارف عفوا عارف اس تي، سؤال سابق كنا عارفين في فانكشن اوف تايم، قال لك اوجد الاكسلريشن، مظبوط؟ هلا عندك اس اوف تي، قال لك اوجد لي الفيلوسيتي. انت دارس داينامكس او فيزيكس تحكي انه السرعه هي مش او الفيلوسيتي از ذا دريفيشن اوف بوزيشن وذ ريسبكت تو ذا تايم، بس هذه دريفيشن انستانتينيوس فيلوسيتي. عند الانستانتينيوس فيلوسيتي السرعه اللحظيه هي مشتقة المسافة على الزمن أو مشتقة البوزيشن على الزمن لحظيا. كيف لحظيا؟ يعني عند تايم واحد هاي بقدر أوجدها، عند تايم اثنين بقدر أوجدها، عند تايم ثلاثة بقدر أوجدها، تمام؟ فأنا أستطيع بدون ما أعرف هاي الإيكويشن إني أوجد. طبعا كيف بدنا نعرفها هاي بدون إيجاد إيكويشن؟ بالماثماتكس إنجينير أو دروينج إنجينير. الآن عندي هون تقدر تعرف تعمل سلوب، تعلمت بالمدرسه كيف تعمل سلوب. اوكي؟ كيف تعمل سلوب لخط مستقيم معين؟ تحاول ترسم خط مستقيم عند تلك النقطه يمس هذه النقطه. اوكي؟ ويكون قريب جدا من الفانكشن او من الكيرف. فبالتالي المماس شو دخل المماس بالموضوع؟ شو رايكم؟ مش ماخذين بالكالكولاس انه الدريفيشن المماس نفسه مشتقة دكتور. شو ماله؟ المماس الميل يعني. أيوة. مشتقة بيكون. ميل نعم نفس أو المشتقة الأولى للتايم. إذا كلام سليم. إذا المماس أو الميل هو المشتقة الأولى للتايم. فبالتالي بكل بساطة أنا بقدر أوجد الميل، الميل يعني باللغة العربية الميل يعني إحنا نحكي. أوكي. سلوب فور ذيس فانكشن هذا بيكون إيش اسمه؟ فيلوسيتي بكل بساطة. هاي بعمل عند واحد عند اثنين عند ثلاثة، فبتشكل لدي ايش؟ باترن معين، كيرف معين. طب كيف بدي اعملهم؟ I think most of you had studying ايش؟ numerical. تعرف كل ما صغرنا الانترفال كل ما كان اجابتك ادق، تمام؟ فبالتالي انا بدل ما اخذ الانترفال هون جوز 1 سكند 2 سكند ممكن اخذها ليست 0.2 سكند وهكذا. طبعا كيف بدنا نوجد المماس؟ في زميلكم حكت ايش؟ بناخذ المماس حسب النقطتين، وهذا كلام سليم 100%. يعني بناخذ نقطتين، مثلا عندي انا هون نقطه هون، انا هذا الخط اعتبرت هاي نقطه وهاي نقطه، فبحكي انه اس 2 ناقص اس 1 او خليها اس 11، اوكي؟ خليها هيك او ما بينهم، يعني بدكم اياها على دلتا تي، والتايم عندي معروف، فبقدر اوجد الميل. هذا شو بسميه؟ الفيلوسيتي افريج فيلوسيتي ات تايم ايكوال 1. ليش افريج فيلوسيتي؟ لانه انا ماخذ انكريمنت، فبالتالي ربما حتى بالهاي الانكريمنت صار تغيير. يعني بدك تكون دقيق، سوري، يعني احنا
ما بدنا نوصل لهي التعجيزي، بدنا احنا نفهم المبدأ ونشتغل عليه، لانه هذا التعجيز بده كمبيوتر بالضبط، بدك انت تستخدم فانكشن معين بالنيوميريكال يعمل لك دوما يحسب لك سلوب وايش يشتغل. يعني طبعا بعلم اتوقع انه كثير منكم باخذ شيء اسمه او بعرف شيء اسمه ديجيتالايزنج ذا جرافز، انك كيف تنقل هذا الجراف لديجيتال ارقام. طبعا بدل ما تيجي تقول هاي واحد سكند هاي 2.5 جوز ولا 3.5، لا. فبالتالي اليوم في برامج معينه تقدر تعطيه هذا الجراف تطلع لك ايش بالضبط القيم، تمام اوكي. يعني في انا بعرف انا بستخدم كنت الاوريجين، في شيء بسموه اوريجين، هذا مستخدم الجرافينج النيوميريكال اف يو سوري الماتلاب اذا بتعرف تستخدم مظبوط تقدر تستخدم هذا الجراف عليه. وفي كان عندنا المات كاد جيد جدا لهي المواضيع. على كل احنا بدناش يعني ندخل هذا الموضوع، احنا بدنا الكونسبت ونسالك عنه، يعني تكون فاهم الكونسبت، فعملت ديريفيشن الاول والثاني فشاجي بعمل اسقاط على الجراف اللي تحتيه. طلع كيف يعني انا عندي هون السفتي عملت اسقاط لكل اكسلريشن ايه لكل فيلوسيتي، مش انا وجدت سلوب هون طلع عندي سلوب بطريقه معينه هون، تمام هاي السلوب اذا انا اسقطته هون. فهذه السرعه الاولى البدائيه. جيت عندي الثانيه هاي السرعه الثانيه او السرعه عند رقم واحد، السرعه عند رقم اثنين، السرعه مش قلت لكم قبل شوي انه هذا بيعمل السرعه تاعته بتتغير، هون كان انكريزنج هاي صارت ديكريزنج، فبالتالي لازم امر بالنقطه صفر. متى مر بالنقطه صفر؟ متى كانت السرعه صفر؟ ماثماتيك كالكولس، متى تكون القيمه لما تتقاطع الشحنات مع الصادات؟ اسمع حكيت عند التقاطع عند تقاطع، بس ايش هاي النقطه طلع عليها ماكسيمم فاليو، لما كان ماكسيمم فاليو اوكي الماكسمايز والمينيمايز فاليوز اكيد اخذتهم. فبالتالي لما تكون اعلى قيمه هون عندي طبعا مش مشتقه صفر بتكون ماكسيمم الفاليو تاعته، مزبوط تذكروا انه متى بتكون اعلى قيمه اف اوف اكس الماكس كنت تحكي لما اف براين اوف اكس بتساوي زيرو، فتقريبا نفس الشيء. هون احنا بناخذ تايم في دوت او عفوا اس دوت، طبعا احنا نتعلم دوت اللي هو المشتقه بالنسبه للزمن، اس دوت بتساوي صفر اذا عندي في ماكسيمم، والعكس العكس اس في عفوا اس ماكسيمم اس ماكسيمم لما تكون في دوت بتساوي صفر عفوا اس دوت بتساوي صفر هي فيلوسيتي بتكون عندي الماكسيمم فاليو، هاي هي قيم. فبالتالي انا بستنتج من الموجود عندي انه كل ما صغرت الانترفال كل ما كانت اجابتي ادق، اوكي. طبعا هو عملها باستخدام البروجرام، يعني مش عملها هيك عشوائيا. فالان طلع انت هون اخذت قيمه واخذت هون قيمه، شو بيعمل ما بينهم؟ في عندك عده ميثود وعده باراميتر، اتوقع طلاب الصناعي باخذوا هاي الامور بالستاتستيكال 2 او الاحصاء رقم 2، تمام. انه ايش عندي هون؟ في عده نماذج حتى بالنيوميركال تاخذوها، انا بستطيع ارسم العلاقه ما بين هاي النقطه وهاي النقطه، يعني اعمل لها بريدكشن، اوكي. ولكن باستخدام الحاسوب او البرنامج الدقيق يعطيك الفانكشن 100%، تمام. بنسميها هاي ايش فيتنج، اوكي فيتنج. في مثلا the best method for use for fitting it's called at least square method، هاي طبعا بيستخدموها بدقه جدا to be precise. بدناش نروح لها، احنا بدنا اياها very simple، بدنا اياها اذا اعطاك فانكشن زي هاد تعرف انه اشتقاق اس على تي الكيرف لما يكون اس تي المماس له شو بيكون؟ السرعه، تمام. طيب لو انا عملت انتجريشن، طلع انتجريشن ل المسافه مع الزمن شو بيطلع عندي؟ بيعطيني السرعه. لا يا رجل الانتجريشن بحكي لك مش لا، بيعطيني التسارع. مزبوط ايش؟ لانه انت عندك فيلوسيتي، فيلوسيتي التسارع بيجي بعد الفيلوسيتي، يعني لسه الفانكشن اللي بعديه لما نعمل له اشتقاق لما نعمل مماس هون للفيلوسيتي راح يعطيني الاكسلريشن، تمام؟
بالضبط بيعطيك التوتال ديستانس ترافلد. اوكي، اذا انا بجمع، مش انا كنت في السؤال الماضي جمعت كل الاس مع بعض، جمعت الاس الاولى زائد الاس الثانيه زائد الاس الثالثه، هي اس 2 اس احنا جمعناهم، فبالتالي هذا بيعطيني ايش؟ هو الانتجريشن هو جمع، فبالتالي هون بيعطيني الاس انتجريشن اس على تي اللي هو توتال ديستانس ترافلد، اس مع تي توتال ديستانس ترافلد. الاشتقاق تاعه بيعطيني الفيلوسيتي مع التايم. طيب the same method can be used to produce شو اسمه a of t. ال a مع t نقدر نستخدمها. كيف بدي اعمل نفس الفكره؟ خليني نرجع هون. باجي هون بحكي بدي انا المماس عند هاي النقطه، خلينا نكون شوي دقيقه. ايوه مماس تقريبا، المماس عند هاي النقطه، هاي اخذت او لا طلعت فوق، هاي المماس عند هاي النقطه، هاي المماس عند هاي النقطه، هاي المماس وين بتكون؟ عند الصفر. المماس عند النقطة، المماس عند الصفر هون تقريبا، وهكذا. الآن شو بعمل له؟ إسقاط على الـ مين؟ مين ضل عندي؟ acceleration. acceleration. acceleration مع التايم. فباجي عند الأولى بحكي هاي تقريبا، طبعا ما إلا الجهة الثانية، يعني معناته نيجاتيف هون راح يكون. ومتوقع أن تكون هاي نيجاتيف. ايش؟ طلع الميلان. الميلان اللي عندي هون نيجاتيف، وهون نيجاتيف تقريبا، هون نيجاتيف، 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 هون نيجاتيف. اوكي، هذا الموجود. تمام؟ فأنا شو بعمل؟ اسقاط من في تي على اي اوف تي. وبوجد العلاقة ما بين اي تي. يعني بالمعنى العام، أنا كنت أعمل، كان عندي الفانكشن اس اوف تي. عملت له ديريفيشن، شو أعطاني؟ في اوف تي. عملت له ديريفيشن كمان مرة أعطاني اي اوف تي. تمام؟ طيب عندي رسمة S time V time من S time draw أو graph، شو أعطاني؟ عملت سلوب، وجدت سلوب، لأن الاشتقاق هو عبارة عن derivation، هو السلوب للمماس، فبالتالي أعطاني VT. عملت كمان derivation للمماس، عفوا عند نقاط معينة أوجدت المماس فأعطاني AFT. فهذا التسلسل موجود، التسلسل الموجود عندي بهذه الطريقة. هيا وجدت A of T. سوري، A of T. تفضل يا طارق. الانتجريشن حكيت عنها بالنسبة لـ V ولا S؟ عفوا، حكيت عن الانتجريشن قبل شوي بالنسبة لـ S. انتجريشن، هلا برجع، مش مشكلة، هلا ركز معي، هلا برد عيدا. تمام، خلينا نكمل هالنقطة هاي. شو عملت أنا إذا كمان مرة؟ إذا أنا عملت differentiation أو لو differentiation اللي مو مماس من A of T، خليني نرجع من هون، من S of T ل V of T. هل شو أعطاني باستخدام المماس أو الديريفيشن؟ أعطاني الفانكشن of V of T أو الكيرف V of T. بعديها عملت كمان مرة مماس ووجدت سلوب، أعطاني إيش؟ أعطاني هذه القيم. تمام؟ فبالتالي صارت بهذه الطريقة. Right. الآن شو بدي أوجد أنا؟ إذا يعني تبعاً للي حكاه طارق، لو عملت differentiation بيعطيني acceleration. طب لو عملت المساحة تحت المنحنى، الآن شو بتقدر تحكي؟ ما هي المساحة تحت المنحنى ل V of T؟ اللي هي S. S اللي هو position. تمام؟ هو position. طب كيف بدي أعملها؟ بدي أحكي أنا مثلاً position عند T واحد هو المساحة لهاي المسافة، مسافة عفواً. تمام؟ المساحة لهاي المسافة. طيب البوزيشن عند تي 2 اي مساحه؟ تي 1 ولا تي 2؟ نو، كلها. هذا اذا بدي اوجد ديسبيسمنت من تي 1 ل 2، انا بدي اوجد كلها هاي هيك. رايت. اذا بدي اوجد البوزيشن اس 2، يعني الاس عند مثلا تايم 2، شو بدي اوجد؟ المساحه من الصفر لعند تلك النقطه. اما اذا بدي اوجد الديسبيسمنت، اذا بتتذكروا سؤال حكى لكم وجد ديسبيسمنت مثلا ما بين تي 1 وتي 3، شو بتيجي تعمل؟ برجع هيك نترى، خلينا نعمل المسح للجميع. بدي اوجد عند تي 1، بدي استخدمها باللون هنا، هاي تي 1، هذا الديسبيسمنت عند تي 1، هاي المساحه، هاي اس 1. تمام؟ اس عند رقم 3 كم؟ من 3 للصفر، شو بتيجي تعمل؟ هاي، طبعا هاي بدك تلاحظ انه ايش؟ عباره عن نيجاتيف سالب.
هون 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 هون. إذن شو باجي بعمل؟ بطرح ما بين التنتين. أوكي؟ هاي الأخضر لونه S3 والأحمر S1. Alright؟ وضحت فكرة؟ هاي كمان خطأ صغير بخطأوا فيه طلاب لما نجيب لهم جراف زي هيك بسيط. كمان مرة من VT عملت أنا مماس وأوجدت المشتقة، إذن أنا بقدر أوجد A of T. طيب من V of T عملت integration بوجد S of T. زميلكم سأل طيب لو عملنا، لأنه النقطة هاي ما في ماش، لو عملنا لمين العكس، عفوا عملنا الانتجريشن للاس اوف تي، يعني لما كان قال لك اعمل لي انتجريشن للاس اوف تي، هذه المسافات الانتجريشن تساوي توتال ديستانس ترافلد، كل المسافة اللي مشيها الجسم. تمام؟ ليش توتال ديستانس ترافل؟ لانه شفنا احنا بسؤال البايسيكل احيانا انه انت بتروح على مسافه معينه، بترايح مثلا تو ذا رايت، او خلينا نحكي للامام، للامام، وبعديها انت جيت عملت يو تيرن زي ما هون باب الجامعه، طلعك ماشي بعدك يا اف سي بتمشي بشوي في عندك يو تيرن وبترجع مشان تدخل على باب الجامعه. فبالتالي هون انت توتال ديستانس ترافل ما بتحسب البوزيشن، انفرض انت كنت وين عند الكوري فنزلت بهذه الطريقه منشان تدخل على باب الجامعه الرئيسي. فبالتالي انت ما حسبت التوتال ديستانس ترافل. اذا بدك تحسب توتال ديستانس ترافل بدك تحسب كم المسافه الكامله اللي مشاها، اوكي، لانه عمل عندك هنا تغيير في اتجاه الحركه. اوكي، خلينا نرجع. في واحد بيسال كيف بقدر أوجد كمان مرة الإزاحة من منحنى السرعة؟ تمام؟ الإزاحة من منحنى السرعة بكل بساطة هاي منحنى السرعة، تمام؟ right. أنا بعرف الانتجريشن تحت هذه النقطة من صفر لتي واحد هو S1، يعني هاي المساحة اللي هون هو عبارة عن S1، تمام؟ طب المسافة اللي هون بدي S2، بدي أوجد كلهم مع بعض S2، تمام؟ طب لو واحد حكى لك وجد الإزاحة ما بين النقطة واحد للنقطتين، في حدا بيقدر يقول لي إياها شيء الإزاحة ما بين نقطة واحد لاثنين؟ بس ناخذ الـ S2 اللي هي بين T1 100%. بدك تقدر طريقتين، يا أما بطرح الـ S هاي 2 ماينس الـ S1، أوكي خلينا نعملها بالجرين S1، أو باجي بقول طب أنا ليش بغلب حالي؟ ها؟ مش أنا بتتذكر التقاطع؟ فباخذ المسافه المتقاطعه المش متقاطعه ما بينهم، وين هاي بالريدج، هذه هاي الديسبيسمنت من واحد لاثنين. رايت right. تمام، وضحت الفكره. هاي هي كيف نوجد الازاحه من السرعه. طيب اوجدنا الفانكشن تاع الاكسلريشن. بعد ما اوجدنا فانكشن الاكسلريشن واحد حكى لك بدي السرعة، هاي عندي AFT بدي السرعة، شو بتعمل بكل بساطة؟ بساطة عفوا كامل المساحة 100% كامل الفانكشن، فبعمل انتجريشن. إذا الانتجريشن هو عندي المساحة تحت المنحنى، بس لاحظ لي هون هاي المساحة، احنا هنا نيجاتيف وفوق بوزيتيف، هاي المساحة شو تعتبر؟ نيجاتيف 100%. فبالتالي إذا أنا هاي المساحة، إذا السرعة عندي إيش؟ متناقصة. متناقصة، تمام؟ فهذا اللي بيصير عندي، أوكي؟ نفس الطريقة، إذا واحد قال لك أوجد لي إيش بدي أنا مثلا؟ السرعة عند النقطة T2. شو بتعمل؟ بهذه الطريقة تجمعهم كلهم. السرعة عند النقطة T3 هذه الطريقة. واحد قال لك أوجد لي الأفريج، شو بتعمل؟ شو بدك تعمل بالافريج؟ واحد قال لك اوجد لي الافريج سبيد من T1 لتي 3، شو كنا نعمل افريج سبيد؟ نطرح، نطرح مع الزمن، اوكي؟ نطرح، مزبوط مزبوط، نطرح، كلام سليم. فبالتالي بنوجد الاولى بنوجد الثانية بنطرحهم مع بعض، اوكي؟ هذا تغير بسرعه مش طرح هذا، اوكي؟ هي الافريج بدك توجد عند هدول النقطتين، مثلا هنا من صفر لهي النقطة هاي هي velocity 1،
من صفر من هاي النقطة لهون النقطة هي إيش؟ بقدر أعتبرها instantaneous velocity. أنا صراحة لما أوجد من T2 ل T1 بوجد التوتال أو الأفريج velocity، سوري الأفريج velocity، تمام؟ فهي الطريقة أنا من خلالها بقدر أوجد الأكسلريشن علاقته مع الفلوسيتي، الأكسلريشن علاقته مع التايم، وعلاقته مع مين؟ مع البوزيشن. فبالتالي معظم الأحيان بيجيك جراف، ويعني طبعاً المرة الماضية أو الفصل الماضي جبنا لهم جراف بسيط جداً وبيستخدم المعطيات منه في حل السؤال. يعني ما بيجيك مثلاً دايركت يقول لك وجد لي الفلوسيتي، لا، ممكن يقول لك إنه السيستم عند النقطة 2 لواحد، وحتى مبين عندك كيف مشى. طب حابة أفرجيكم شغلة، إنه هذه النقطة هون، هي عندي أنا وفي اف تي، كانت عندي السرعة بالطريقة التالية، في اف تي وكان عندي الفانكشن هيك، خط مستقيم. طيب حدا بقدر يحكي لي كيف بقدر أحل؟ طلب منك مثلا طريق قيمة معينة، تمام، طلب منك البوزيشن عند رقم 2، بوزيشن هون قال لك وجد لي S2 كم بتساوي، أو T2 S عند T2 كم بتساوي. منشوف تقاطعها مع المنحنى. إذا بشوف القيمة عند T1 T2 عفوا كم كانت، بعمل integration. أوكي تمام. في إشي مهم جدا أو في خاصية مهمة بنوع الحركة هاي، حدا بقدر يحكي لي إياها؟ السرعة متزايدة يعني. طيب السرعة متزايدة جيدة، بس في إشي تاني غير السرعة؟ تسارع. شو معنى التسارع؟ ثابت، ثابت مش صفر، تسارع ثابت، ثابت. إذن بقدر استخدم المعادلات السابقة، تمام؟ إذا أنا بقدر أوجد التسارع من هاي النقطة بهاي الطريقة، مباشرة بقدر أوجد المعادلات السابقة، تمام؟ فبالتالي بدك تلاحظ متى بيكون التسارع ثابت، متى بيكون السرعة ثابتة. متى ممكن يجيك سؤال هيك يعطيك معطيات، يقول لك الجسم مشى بهذه الطريقة، تمام؟ أنت لما تشوف هذا الجراف تعرف إنه A is constant، فبتحل على الطريقة اللي بدك إياها، أوكي؟ تمام؟ ممكن بس توجد منه الأكسلريشن وتحل السؤال بطريقة الماثماتيكس العادية. Alright؟ هاي يعني indication إنه كيف تيجي عندنا أحياناً النقاط. طبعاً هنا أنا شرحته هذا الموضوع، هو برد يرجع يحكي لك إنه التكامل تاع مين؟ التسارع تاع مين؟ مثلاً acceleration مع time كيف بكون؟ بدنا ناخذ منه integration بيطلعني مين؟ velocity، سرعة، تمام. الدلتا في شو بتساوي؟ يعني احنا خلينا ناخذها بالماثماتكس، خلينا ناخذها بالماثماتكس، لانه في بعض الطلاب بعثوا لي انه مش فاهمين اخر نقطه حكيتها. خلينا ناخذها بالماثماتكس. دي اي بتساوي دي في على دي تي. طب لو بدنا نعمل انتجريشن شو بتصير عندنا؟ اي دي تي بدها تساوي دي في، تمام؟ انا عندي شو بدي اعمل؟ بدي اوجد instantaneous velocity. instantaneous velocity عند النقطه مين؟ عند النقطه تي 1. شو بقدر احكي؟ من صفر من في نوت ل في 1، تمام؟ طب هون من صفر ل تي 1. طيب شو معنى هذا الحكي؟ انه في 1 ماينس في نوت بدها تساوي الاكسلريشن، المساحه تحت المنحنى. من وين؟ هاي لونها احمر، تمام؟ اذا انا هون اوجدت الديفرنس في الفيلوسيتي، الديفرنس في الفيلوسيتي. منشان اوجد في 1 شو بدي اعمل؟ في نوت زائد هذا الانتجريشن المساحه تحت المنحنى، اوكي؟ تمام؟ ولازم يكون معطيك في نوت. رايت؟ تمام؟ يعني لازم يكون معطيك الانيشال كونديشن اللي بدا منها. اوكي جيد، بدنا نشوف عند تي 3، هاي تي 3.
لو حكى لك وجد لي ايش تي وجد لي الافريج فيلوسيتي تمام الافريج فيلوسيتي او خلينا نوجد اول شيء في 3 في 3 بعدين نوجد على الافريج فيلوسيتي هون تي 3 إذن بقدر أحكي إنه تي 3 هي عبارة عن اللون الأزرق هذا اللي حددته زائد في نوت زائد الانتجريشن اللي باللون الأزرق تمام هاي في 3 أوكي تمام الآن بدي أوجد أنا إيش الديفرنس في 3 ماينس في نوت تعطيني هذا الانتجريشن أوكي طب شو الأفريج سبيد من صفر لتي ثلاثة؟ نقسم على الزمن. لا بنقسم على الزمن هيك بصير تسارع. إذا نقسم على الزمن بصير تسارع. طيب خلينا نشوف لو بدنا نعمل إيش حكينا؟ دلتا ال V أفريج بتساوي إيش؟ دلتا S على T. تمام؟ دلتا S على T. إذا عندي أنا بدي على دلتا تي أوكي فبالتالي هون في أفريج أنا لازم أوجد دلتا أس على دلتا تي طب لو بدي أعمله تكامل في أفريج في الدلتا تي بتساوي دلتا أس إذا أنا بدي أوجد الفانكشن تاع في أس منشان أوجد عفوا فانكشن دلتا أس عشان أوجد دلتا الفي أفريج أوكي احنا بالعاده ما نعقدهاش لهالدرجه وما بنجيب يعني بنجيبها بشغلات بسيطه جدا هو الاكثر التريك موجود معاكم بصراحه اللي هو التوتال ديسبيسمنت كيف توجد التوتال ديسبيسمنت اوكي صلينا نشوف سنه نحل اكزامبل على اول ولا نحل نشرح الثاني بعدين نحل اكزامبل اوكي الافضل انه نحل سؤال على هذا الموضوع بعديها نرجع للي هو الموشن لما يكون عندي اس واكسلريشن في نوت بتكون معطيه معك من السؤال يعني ما بنقدر نوجدها تمام تفضل اقرا هذا السؤال بس دقيقه خليني اوكي عندي الان انا هذا الفانكشن اس اوف تي تمام هذا اس اوف تي فانكشن موجود سرعه السياره هاي سبورت كار موفينج along a straight line طب شو مالها هذه شو بتعمل باستخدام تو فانكشن متغيرات المطلوب مني حاليا شو اوجد بدي اعمل في اوف تي واي اوف تي تمام شوف هون مسهل عليك معطيك الفانكشن لو ما كان هذا الفانكشن صعب توجده صراحة صعب جدا توجده مش صعب باليد صعب جدا مش بس صعب انك نوجد هذا الفانكشن لانه بدك تحد ثلاث نقاط وثلاث معادلات يعني شغلات معقدة تمام الان شوف لنا هذا الفانكشن هذا سهل توجده باستخدام معادلة الخط المستقيم يعني لو بدي اوجد هذا الخط حدا بيقدر يوجده معادلته كيف
يعني بقدر أحكي first I have to find the slope. شو السلوب؟ ده هاي النقطة. هم بين 30 بس خلينا نوجده من الأرقام الموجودة عندي هون. دكتور تفضل. اللي هو 75% ناقص 0 على 10 ناقص 5. 75% 75 عادي ناقص 25. من شل تحت أو لا صح 225 إذا من عندي سلوب بتساوي 225 ماينس 575 مقسوم على 10 ناقص 5 كم تطلع هنا؟ 30 دكتور 30 شو 30؟ بالضبط مزبوط 35 على 150 على 5 كمان سليم. هذا هو إيش؟ الفيلوسيتي. شو رأيكم مش الفيلوسيتي؟ شلون انا عملت دي اس على دي تي؟ هذه هي الفيلوسيتي عند هاي النقطه. اذا هون الفيلوسيتي شو ماله؟ شو بتوجد؟ 30 متر بير سكند وكونستانت كمان. ايش ماله؟ كونستانت. اذا فيلوسيتي هون كونستانت. اذا هاي لو بدي انا مش معي هذا الفانكشن، افرض انا مش معي هذا الفانكشن، كيف بدي اوجدها؟ تتذكر معادله خط المستقيم؟ تقدر تحكي اس ماينس 75 على إيش؟ تايم ماينس كم؟ 5 بدها تساوي 30. إذا رح تصير 30 تي ماينس 150 بدها تساوي أس ماينس 75. أوكي؟ جيب هون بلس فبتصير أس بتساوي 30 تي ماينس 75 اللي هي 75. أوكي؟ رايت؟ يعني هاي إذا مش معطي معاي، لأنه أحيانا بتيجي معاك معادلة زي هيك بفرض إنك أنت بتعرف معادلة خط المستقيم. alright مش هون المضمون، يعني هذا مضمون إذا ما كانت معاك المعادلة. طب المطلوب منا إحنا نوجد construction of V of T و A of T، ورح أعطيكم معطيات أخرى عليه. خلينا نوجد كم الـ velocity function. أول شيء بدك تيجي تحكي هذا أنا عندي، أنا بدي أرسمه بجنب، بدي أرسمه على لأنه لسهل منشان ضلنا عندنا الرسمة هاي. أنا رح حل السؤال هون منشان ضلنا على الرسمة هون. تمام. إذا بحدد النقاط عندي 5 هون وعندي 10 هون. خلينا أشوف عندي نقطة 0. طلع لي عنده النقطة 0. شو شايف هذا الخط هون؟ شو السلوب تاعه؟ 0 0 أكدين 0؟ نعم زيرو. طلع هون صفر. ليش؟ لأنه جاي إذا بتتذكروا زي هيك بكون يعني مش شارب، جاي يعني هوريزنتال شوي، فبالتالي هذا عندي صفر. فكيف عرفت هذا الحكي أو كيف تأكدت؟ الفانكشن كمان تأكد دي في أوفر دي تي، دي أس أوفر دي تي 6 تي في صفر صفر. إذن هاي النقطة عندي نستخدم الخط الأصفر عندي هاي زيرو. إذن هنا V الأولى V نوت بتساوي زيرو. تمام. خلينا نأخذ بعد 1 سكند ولا 2 سكند، شو رأيكم؟ نشوف بعد 1 سكند. بعد 1 سكند نأخذ هون أو 2 سكند منشان ما نكبرش إنتبه. 2 سكند كيف بدك تعمل؟ طبعا لما إحنا بنحل هذا السؤال على الريال لايف أو الريال بروبلم، شو بتيجي بتعمل؟ تحكي انه هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الثانية، النقطة الأولى النقطة الثانية، بتوجد ما بينهم سلوب. أوكي؟ هذه طريقة بالامتحان يعني، إلا إذا كنت أنا حاط لك مربعات وراسم لك وإشي زي هيك، كنا نجيبه بعض الأحيان، جيب لهم رسمة عليه مربعات ويشتغل، تمام؟ لكن مش سهلة. طب شو أسهل طريقة؟ شو أسهل طريقة؟ إنه أنا ممكن أوجد عند الون، طبعا هو اصلا بالعفن لما قلت لك قبل شوي عن الجراف ما بيكون معطيك هذا الفانكشن، تمام؟ فاسهل ما دام عندنا الكيرف اسهل طريقه ممكن نوجدها، بدي اعتبر هاي مثلا 2 وهاي 3. شو رايكم؟ عندي 2 3 رايت، بنعوض اس 2 شو بتساوي؟ 3 في 4 12 متر، تمام؟ اس 3 شو بتساوي؟ أس 3 كم؟ 3 في 9 مظبوط 27. إذا بقدر أحكي هون
عند النقطة مين؟ بدي أخذ ما بين 2 و 3، هاي 2 وهاي 3، دلتا أس على دلتا تي بتساوي كم؟ 27 ناقص 12 على 1، كم بيطلع عنا؟ 15. إذن هنا 15. عند مين هذه؟ أي عندي أنا هنا 15. هذه ما أنا أخذتها؟ أخذها عند 2.5. يعني تذكر بينه مركل قلت لكم إنه هون بأخذ 2 وهون 3، يعني مين هذا بينهم بالنص؟ أوكي كمان مرة، إذا أنا بدي أوجد قيمة معينة عند 2.5 شو بحكي؟ طب أسهل شيء بأخذ نص لورا ونص لقدام هيك، هاي عندي 15. دكتور لو بدي أخذ عند قيمة معينة نفس واحد، يعني مش إنه قيمة وسطية، قيمة معينة تقصد إيش؟ هون بدنا نشتق صراحة، يعني عارفينها. طيب شو رايكم نشتقها؟ يعني هذا الفانكشن مريحك، بس بدي فهمك ايش انه كيف تشتغل كونسبت. طب لو بدي اشتق شو بقدر احكي؟ دي اس على دي تي كم؟ 6 تي. طب عوض 2.5 15 15، مزبوط. طيب حكى زميلكم طب لو بدي عند قيمه معين عند 3 كم؟ 6 في 3 18. فبالتالي ايش انا اللي استنبطته من هذا الحكي؟ ما دام اعطاني انه 3 تي تربيع، ولما بشتقه حتى لو أعطاني هاي A وهاي إنه ما أعطانيش رقم 3، ما أعطانيش، قال لي هاي A T تربيع، ولما بشتقه بستنبط إنه هون A 2 A عفوا T. إذا شو بستنبط هون؟ إنه السرعة ماشي بخط مستقيم متزايدة بخط مستقيم، إذا تسارعه كم؟ كونستانت. كونستانت. إذا بتشتقها كمان مرة تسارع بيصير كونستانت. إذن الرسمة بتصير عندي بحدد نقطتين معينات وبرسم ما بينهم، فأنا راح ألاحظ إنه الرسمة راح تطلع معي بهذه الطريقة. تمام؟ طلعت معي كونستانت بهذه الطريقة. طب كم هاي الكونستانت؟ 6 تي. الفانكشن تاعها 6 تي. أوكي؟ كمان مرة بالريال لايف أو يعني بدنا إذا بدنا تكون دقيقين بتكون عندك مربعات وعندك يعني أدوات هندسة وتشتغل عليها، بس إحنا ما بدنا نوصل لهذا الكونسيب لأنه إحنا مش هدفنا. هدفنا أنه نفهم العلاقات ما بينهم. إذا جاك جراف زي هذا تعرف تفسر المعطيات اللي فيه. حدا ما فيه هاي النقاط؟ في حدا عنده أي استفسار على أول ستيتمنت حكيته هون؟ هون بيكون متزايد بس لحد 5. حد 5 ليش؟ لأنه هاي الانترفال عند 5. هاي أنا حاطة تقريبا عند 5، شوفه زيد شوية عند 5. تمام، متزايد لعند 5. طيب الآن ما بين 5 و10 واضح إنه خط مستقيم تسارع زيرو، والشباب وجدوا ميله قبل شوي، مزبوط؟ مش وجدنا ميل تاعه؟ إيه بالمئة. كم كان؟ 30. طيب حدا بيقدر يوجد لي من الفانكشن الأول كم الفيلوسيتي عند 5؟ 6 في 5 30. إذن هون continuous، ما في discontinuity. تمام، ما في discontinuity. فهذا بدي أوصلكم لمعلومة إنه أنا إذا كنت ماشي بتسارع معين، أنا بصراحة عندي الخمسة للسبعة صفر للخمسة ماشي بتسارع، تمام ماشي بتسارع، بدي أمشي على سرعة إيش؟ على سرعة ثابتة. ما بقدرش أعمل شيء إلا أنه أول شيء أوصل للسرعة الثابتة بعدين بمشي عليها. يعني بقدرش أنط مثلا هون تكون عندي الخط الأول الفيلوسيتي تكون 20 وبعدين مرة واحدة نطيت على 30 السرعة، لا، لازم يكون في ما بينهم function. فبالتالي هنا عند الفانكشن الأول كانت 30، عند الفانكشن الثاني كانت 30. أوكي؟ فبالتالي هون عندي أنا هذه القيمة 30 بالضبط الموجودة هون. دكتور بس قبل الخمسة بشوي بتكونش 30 ولا لا؟ قبل الخمسة بشوي، يعني خط 4.9 اضرب لي 6 في 4.9 كم بيطلع معك؟ 29 تقريباً. فبالتالي احنا بنحكي عند الخمسة exactly. تمام، هذا اول واحد. طيب الان رسمنا الفي اوف تي، هذا في اوف تي،
وبدك مثلا لو كان هون معطيك معك سكند، هون بدك تكتب بالسكند، هاي تكتب ايش؟ متر بالسكند. تمام؟ يعني هاي الوحدات احيانا كنا نحاسب عليها بالامتحان. طيب هاي رسمنا الاشي الرائع هنا الـ V of T. طيب خلينا نشوف احنا وياكم بعض المعطيات اللي ممكن احنا نطلبها ونقدر نوجدها من الـ V of T ونقدر نوجدها من الـ S of T. اول معطى لو واحد حكى لك determine، طبعا هو مش مطلوب انك بسؤال هذا، بس احنا من نشوف كيف نتعامل مع الـ examples. determine the velocity. I'm sorry, not velocity. Determine the position of the car after 3.5 seconds. شو بتعمل؟ Position of the car after 3.5 seconds. فض ما كان معطي معك الفنكشنات. بديش الفنكشنات. شو باجي بعمل؟ عندي 3.5 seconds. هي تقريبا هنا. ها؟ أو خلينا نستخدم خط آخر. عندي تقريبا هنا. ها؟ إذا بدي S of 3.5 كم؟ المساحة المضللة. اللي هو الانتجريشن. الانتجريشن. طب لو ما بديش أعمل انتجريشن، بديش أعمل انتجريشن على ما عنديش الـ 6 of T. المساحة تحت المحنة. لو كم؟ بدي أوجد كم نسبة وتناسب ما بين الصفر وما بين الثلاثة ونص. هنا الصفر صفر، وأنا عندي هون عارف إنه سلوب كم بيساوي؟ 6. عند هاي 6. إذا 6 بقدر أوجد نسبة وتناسب. أوكي؟ تمام؟ بكل بساطة عندي طريقتين، بقدر أوجد إنه هون نسبة وتناسب ما بين الصفر ما بين الخمسة والثلاثة، يعني كيف؟ عندي كانوا مثلثين. هيك نسبة وتناسب. دكتور ليه ما تروح تعوض في الاقتران الأصلي للثلاثة؟ ما بديش أنا الاقتران، بدي أفرض إنه مش معاك الاقتران. حتشعب المثلثات. يعني. تمام؟ بدنا إحنا إشي لما ما يكون معاك الاقتران. تمام؟ أنا قلت لك هاي إكسترا ولا كان سألك عنها بالسؤال، بس إحنا بدنا إياها إكسترا مشان نتأكد إنه حلنا صحيح. أوكي؟ ما عارفين نشتق الإلكترون، كلنا عارفين، بس إحنا بدنا إشي نتأكد منه. أوكي، هاي 30، هاي شو بيساوي عندي؟ 5، وهذه صفر. إذا عندي 3.5 على شبه المثلثات، شو بصير عندك؟ تقدر توجدوها؟ حدا بيقدر يوجدها على شبه المثلثات؟ هي 30 طول الضلع الكبير على نعم. طول الضلع الصغير مظبوط. بعدين 5 على 3 على الواي او الاس اللي مش معرف اعرفها انا على 5 على 3.5 كم بيطلع معك هنا؟ حدا يحسبها. 6 في 3.5 كم بيطلع؟ 6 في 3.5 21.5 عفوا 21. تمام. إذا هاي النقطة عندي كم هنا؟ 21. طب الآن أنا عندي مثلث هاي قيمته هاي 21 وهاي 3.5 نعرف نوجد مساحته؟ يلا نص القاعدة بالمساحة يحسبوها. 21 في نص في 3.5 هذا كمان مرة شو بيساوي؟ دكتور 36.75. 36.75. طيب أغلبك عوض بالاقتران هنا تنشوف هل طلعت عندنا نفس القيمة ولا لا. 3 في 3.5 تربيع. واحد يحسبها. 3 في 3.5 تربيع. اه نفس دكتور. نفس. تمام. فهيك انت you are sure that you don't. يعني هذا السؤال متنوع بقدر انا اسأل عنه اشياء كثيرة. اوكي دكتور، بس لو بدنا نجي بالافرج فيلوسيتي كيف بدنا نوجدها؟ تمام. الان الافرج فيلوسيتي أسهل شيء إنك توجد S عند هاي النقطة وS عند هاي النقطة، تعمل ما بينهم دلتا T. تمام؟ كيف وجدت S عند هاي النقطة؟ هي قبل شوي وجدت 63.57. طيب بدي أوجد ما بين مين ومين بدك توجد average velocity؟ يعطيني رقمين دكتور. بين من 0 ل 10 مثلا. من 0 ل 5 ها؟ من 0 ل 5 بدنا نوجد average velocity من 0 ل 5. شو بنعمل؟ من 0 البوزيشن تاعه كان 0، اذا مريحنا. عند 5 كم كان البوزيشن؟ بدناش نعوض المعادله، نشوف المثلث هذا اللي هو ايش؟ 30 5. يلا احسبوها. 30 في 5 في نص يعني 75 متر.
75 متر. إذا دلتا اس على دلتا تايم بتساوي هاي الأفريج فيلوسيتي، دلتا اس 75 ناقص 0 على 5 كم بيطلع عندك هون؟ 15 متر بير سكند. هاي هي الأفريج فيلوسيتي لا ما بين انترفال 0 ل 5. تمام، وضحت الفكرة؟ واضح دكتور. تمام، يعني هاي لأنه أنا آخر شيء حكيت على السرعة ما فهمت لكم شيء، فضروري الكل يفهمها هاي النقطة دكتور. right. نعم، بس لو بدي أجي أرسم الأكسلريشن، الأكسلريشن بكل بساطة أنا إحنا بنخلص أول شيء هذا لأنه بسيط جدا الأكسلريشن. ما ضلش إيش فيه دكتور، أنا ما فهمت كيف عملت الأفريج. عفوا، ما فهمت كيف عملت الأفريج. الأفريج أنا هو معروف عندي الأفريج فيلوسيتي هي مثلا، خلينا احكي لكم اكزامبل كمان مره من هون للدوار. انا من هون للدوار المسافه 3.5 كيلومتر او 4 كيلومتر مثلا. تمام، الافريج فيلوسيتي اللي هو المسافه هاي اللي مشيتها او مش المشيتها، يعني انا اكشولي اللي قطعتها من 1 ل 2 على التايم قطعتها ب 20 دقيقه، بقسم هذا على 20، هذا افريج فيلوسيتي. ولكن في الحقيقه جوز باب الجنيد كان سرعتك كثير عاليه، بشارع رفيد الرئيسة كانت كتير بطيئة جدا. تمام، فهون احنا بنوجد average velocity. طيب كيف عمل هنا؟ اذا انا بدي اوجد velocity عند رقم 5، كم velocity عند رقم 5؟ 30. velocity عند رقم 2، 2 في 6 12، فبالتالي هون متغير السرعة. طب بدي اوجد average velocity من 0 ل 5، شو بعمل؟ بوجد S عند 5 S عند 0 وبقسمهم على الزمن ما بينهم. مش الفلوسيت عند 5 وفلوسيت عند 0، لا، S عند 5 S عند 0 بقسم على التايم ديفرنس. تمام، هذا تمام تمام. طيب انا قبل خلينا نرد درسهم كمان الفانكشن تاع الفلوسيت لانه بدنا نستخدمه. هاي الفانكشن تاع الفلوسيت طلع لنا هيك وهيك، هاي عند 5 هون عند 10، هذا كان تايم، هون كان عفوا مش اس، كان ايش اسمه، كان عباره عن اكس فيلوسيتي متر بير سكند. بدنا نوجد الاكسلريشن بكل بساطه، انا معيش الفانكشن ولا شيء بس معي القيمه انه هون 30، معي انه هاي صفر 5 عفوا، وهاي صفر كانت. شو بكل بساطه بقدر اعمل؟ هذا مو خط مستقيم من بين ولا دكتور ستي، السلوب 30 ناقص 0 على 5 ناقص 0 6. إذا السلوب عندي هون بيساوي 6 اللي هو acceleration ما بين 0، يعني هون بحكي لخمس. acceleration for interval من 0 ل 5 شو بتساوي؟ 6 متر بير سكند سكوير كونستانت. إذا شو بتساوي عندي هون؟ ها واضحة إنه هون عندي كونستانت. ها طب لوين الكونستانت؟ عند الخمسة، عند الخمسة، عند الخمسة. بعدها شو بصير؟ شو الأكسلريشن؟ زيرو زيرو، سرعة ثابتة عند الخمسة هون، بعديها بنزل هيك زيرو. في حدا بيقدر يلاحظ لي نقطة معينة؟ عندي الرقم خمسة، عندي التايم خمسة، كان الأكسلريشن 6 متر بير سكند سكوير، فجأة صار صفر. مين بيقدر يمثل لي أو يعبر لي على السيارة؟ يعني وقفت السيارة؟ لا دكتور، تفضل. إنه هي كانت ماشي بسرعة بتزيد بسرعة منتظمة، مظبوط. إيش؟ داعس على البنزين. داعس على البنزين، فهو تمام. خلص لما وصل 30 مرة واحدة ضل ماشي على 30. شال يجرى على البنزين كمان على اعتبار إحنا بنحكي إنه الطريق سموث، يعني إنه ما فيش، فبالتالي هون بطل أكسلريشن، صار الأكسلريشن لحظيا. أنت مرة واحدة بتكون مسرع، بعديها فجأة واحدة بتشيل إجرك عن الدعسة البنزين، او بالعكس بتكون عامل ديسيليريشن ضاغط بريك مره واحده بتشيل الجر. فبالتالي هذا الاختلاف ما بين السرعه وما بين الفيلوسيتي، عفوا ما بين السرعه وما بين الاكسلريشن. تمام، يعني التسارع والسرعه، انه هنا في نفس اللحظه، يعني انت بتحكي عن بارشل في سكند، فبالتالي تعتبر هي 5 هنا، يعني تايم ايكوال 5، فهذا التغير اللي صار. تمام دكتور، تفضل. الافرج فيلوسيتي لو بدي اخذها على كامل الفتره كيف؟ ما هو عندك اقترانين للاس ولا يهمك، هلا بعملها. تمام، هلا بنعملها. اوكي، زميلكم بيسال لو بدي اخذ الافرج فيلوسيتي ما بين الصفر وما بين العشرة. تمام، خلينا ناخذ الافرج فيلوسيتي ما بين الصفر والعشرة. شو اسهل شيء نوجد؟ نوجد اس
10 الصفر، الصفر مبينه صفر. طب اس ال10 كم؟ انا بديش اخذ على الاكسلريشن، بزوجش على الاكسلريشن، هذا اكسلريشن تايم، بدي على الفيلوسيتي، على الفيلوسيتي والتايم. بوجد عندي الاس في 10 كم البوزيشن كان؟ البوزيشن كله البوزيشن اللي هو التكامل تاع التنين، يعني اللي بقسمه لمربع لجزئين اللي هو عندي هنا مربع الجزء مربع ومثلث. اذا اس ال10 بتساوي 75، لانه قبل شويه وجدناها انه كانها، او خلينا اكتبها كتابه، كان نص في 5 في كم؟ في 30 زائد هذه مساحة المثلث 35، 35 مساحة المربع اللي نحط تحتها مربع هيك 225. كم تطلع لنا؟ 225 تمام متر. طب كم الأفريج فيلوسيتي؟ 225 ناقص 0 على كم؟ على 10. إذا كم بيطلع عندي هون؟ 22.5 متر بير سكند. ليش زادت الأفريج فيلوسيتي بالكم؟ لأنه ظل ماشي على 30، ما عمل ديسيليريشن، يعني ما قلل سرعته. طب دكتور تفضل، هسه السبيد نفس الأفريج فيلوسيتي؟ لا، السبيد إنه أنا بقدر أوجد سبيد عند أي نقطة. السبيد بالعادة في الوان دايمينشن هي نفس الفيلوسيتي، السبيد نفس الفيلوسيتي، بس بالتو دايمينشن السبيد هي الماجنيتيود تاعت الفيلوسيتي. مثلا انت ماشي، افرض انه اكس واي، ماشي الجسم هذا في اتجاه اكس واي، له تسارع بالاكس وله تسارع بالواي، السبيد هي الافرج ما بينهم، عفوا هي الماجنيتيود ما بينهم. تمام، انه مثلا كمان مره ارسم لك اياها بالفيكتور، اكتبها كفيكتور، في مثلا في اكس بتساوي 2 اي زائد في واي جي، بتساوي 2 اي بلس 3 جي. اوكي، شو السبيد هون؟ بتقدر تحكي 2 تربيع زائد 3 تربيع تحت الجذر، هاي السبيد. صح. بالافرج فيلوسيتي لا، بدنا نرجع نشوف كم البوزيشن، كم البوزيشن الثاني ونحسب ما بينهم. رايت دكتور، السرعه اللحظيه نفس الفيلوسيتي؟ نعم. في حد عنده اي استفسار اخر؟ انا اتوقع هيك يعني فسرنا بشكل كامل كل الموضوع، وحتى يعني اتوقع من الاكسلريشن للتايم اذا بدك تروح على الفيلوسيتي بكل بساطه، هاي كم حكينا عنها؟ هاي 6 وانا 5. الواحد قال لك وجد لي كم الاكسلريشن، عفوا مش الاكسلريشن، كم الفيلوسيتي عند الرقم 5، عند عفوا عند التايم 5. تقدر تحكي 5 في 6 30. قال لك بديش الاكسلريشن، السرعه عند 5، بدي السرعه عند رقم 2، عند تايم 2، عند 2 سكند. تقدر تيجيها، هاي 2 سكند كم هاي المساحه؟ 2 في 5 مزبوط. عندي 2.5 لانه قبل شويه وجدنا 2.5 في 6 15. تمام، انا شعبت السؤال كثير، ولكن كله من شان تتاكد انه كل الطرق صحيحه وكلها بتؤدي الى نفس المبدا. افهم الان الموجود، تمشي الامور. دكتور في افرج للتسارع ولا فيش؟ في افرج للتسارع، نعم. بتقدر تحكي دلتا في على دلتا تي، معذره، دلتا في على دلتا تي مثلا ما بين هون وهون، ما بين 10 مثلا، عند نقطه صفر كان تسارع 6، 6 زائد ماينس 10 عفوا، او صفر ماينس 6 كم بيكون عندي؟ اوكي، هون بيكون عندك 6 على 10. تمام، تقدر توجد كم الافرج التسارع، عفوا احنا الفيلوسيتي، سوري احنا بنوجد الفيلوسيتي. كم الفيلوسيتي، كم الفيلوسيتي عند النقطه صفر؟ صفر. كم الفيلوسيتي عند النقطة 10؟ 30. 30 ناقص 0، 30 على 10، إذا 3. إذا الأفرج له 3 متر بير سكند سكوير، أفرج بأكسلريشن. بالفعل يعني تقدر توجد أفرج أكسلريشن، لأنه مش دائما أنت ماشي بأكسلريشن، أو أحيانا ممكن يكون عندك ديسلريشن. تمام؟ طيب، هذا الفانكشن البسيط جدا، وبدي أرد أذكركم فيه ببداية الشابتر الجاي. ليش؟ لأنه إحنا بنحكي الآن عن velocity acceleration المعذرة position، كلهم هذول بنسميهم خطيات، يعني بدون دوران. ولكن في الشابتر 16 بدنا نأخذ الأمور الدورانية، مثل عجل بلف، disc rotating. تمام، فهاي بصير هنا
مش سيميليشن انالوج بنسميه، ما بين الفي وما بين اوميجا، راح نجيها بوقتها بلاش نسرع الامور، خلينا احنا ماشيين على الموجود عندنا. تمام، في حدا عنده اي استفسار على اللي حكينا اليوم؟ طيب نروح لنوع تاني من الجراف. قبل شوي كان في مع تي، اي مع تي، اس مع تي، لكن في انواع من الجراف تانية. هاي دي جراف نفس المعادلات، مش احنا اخذنا معادلات تانية. احنا بنعرف انه الاكسلريشن له معادلتين، الاكسلريشن بتساوي في دي تي، عفوا دي في على دي تي، والاكسلريشن وجدنا انه معادلته بتساوي في دي في على دي اس. تمام، تخيل لي في مع تي، كان انه انا برسم في مع تي، ها في مع تي، باخذ هالسلوب بيعمل لي الاكسلريشن. طيب انا بديش استخدم التايم بالمره، التايم عندي مجهول وبديش استخدمه. تمام، عندي دي في على دي اس، اذا افرض انه كان عندي انا ايش الفانكشن في مع اس، سوري مش فانكشن، نعم هو فانكشن بس انا اقصد جراف في مع اس، فالفانكشن الجراف عندي في مع اس، فبالتالي واحد قال لك اوجد لي الاكسلريشن عند هذه النقطه، شو بتيجي تحكي؟ الاكسلريشن اكوردنج تو ذيس ايكويشن، بدي اوجد سلوب دي في على دي اس واضربه بالسرعه عند تلك النقطه. تمام، هاي هي التريك، مش زي الاول دي في على دي تي، لا دي في على دي اس واضربه بالسرعه عند تلك النقطه. كمان مره افرض انه كان عندك هذا فانكشن بطريقه معينه، كان عندك السلوب هنا 0.2، كانت عندك في هون او اس هون كانت مش عارف كم، في هون كانت 5، شو بدك تحكي؟ انه انا بقدر اوجد، بحكي 0.2 في 5 تساوي 1، هذا هو الاكسلريشن. كيف بشكل افضل؟ طيب عندي انا مثلا هذا الفانكشن، عندي نقطتين، عندي هاي النقطة V بتساوي 6 متر بير سكند، عندي هاي النقطة 7 متر بير سكند، وهاي قال لك أوجد لي عند S3، ما بعرف كم S3، جنرالي قال لك أوجد لي عند S3، شو بتيجي بتحكي؟ بتحكي بكل بساطة بدي أوجد السلوب هون، شو السلوب هذا؟ DV على DS، كيف بدي أوجده؟ لازم يعطيك S هنا وS هون، إذا قال لك الانترفل هاي S ما بينهم 10 متر، فبتقدر تحكي 7 ناقص 6 على 10، فبيطلع كم؟ 0.1، هذا 0.1 سلوب. طب أنا بدي الـV عند هاي النقطة، مثلا إذا ما كانش معطيك إياها precisely، ممكن تأخذ الأفريج تحكي 6.5، 7 زائد 6 6.5، بتقدر تحكي 0.65، هذا هو الاكسلريشن. تمام، هذه انا فقط ضربت مثال عشان تعرف شو اللي بقصد فيه. كمان مره، انا الفانكشن تاع في اس سهل التعامل معه صراحه، والطلاب يعني الخربشه فيه اقل بتكون، لكن اي اوف اس بدي اخليه للمره الجاي لانه يعني بده تركيز. فعلى كل، لما يكون عندي الفي مع اس مباشره باجي عند اس واحد بوجد سلوب وبضربه بالسرعة واحد، باجي عند S2 بوجد سلوب عند تلك النقطة وبضربه بهذا الرقم، وبعمل إيش؟ بضرب في الفي عند تلك النقطة وبعمل construction للـ A of S. الآن بيجي واحد بخطر في باله من الآن بقول لي طب بقدر أوجد V of S أعمل له V of T؟ صراحة بتقدر، بس هذا ما بندرسكم إياه لأنه بدك تشتغل معادلات كثيرة، زي السؤال اللي حلينا اخر شيء انه كان عندي في وعنده اس وبدك تعمل هون انتجريشن وبدك تعمل ايش موثود اكثر واكبر. فمشان هيك احنا بنفضل انه لا اخليه لمراحل متقدمه، او يعني انه هو الكمبيوتر بيستخدمه، لكن بالايكويشن سهل تعمله، لكن بالجراف صعب انه توجد مثلا من في اس توجد في تي. تمام، حدا عنده استفسار؟
طبعا السؤال اللي بعديه راح يكون هون عندي اللي هو اللي كنت اقصد فيه هون انه انا عندي في انا يعني بدات بالعكس انا يعني هاي سلايد بخليها لبعدين نشرحها هاي سلايد لبعدين احنا شرحنا هذه سلايد شو بدك تقدر فيها تحكي alternatively you can know the velocity with respect to displacement dv على ds هي الفانكشن السلوب عند تلك النقطه multiply by v مش v not v عند تلك النقطه this means that you can create an acceleration versus position curve by differentiating velocity versus acceleration often position curve this is easy to graphically simply to do graphically simply by drawing enormous gradient lines يعني عدة خطوط معينة فبالتالي بتنشئ عندك ايش الجراف هو اللي موجود معاكم السؤال عكسي فبالتالي بنخليه للمرة الجاي حد عنده اي استفسار هذا الجزء 12.3 من هذا الشابتر المرة الجاي بنخلصه ان شاء الله يعني او بداية محاضرة ونبدأ في شيء بنسميه curve linear motion من نبدأ بالحركة الانحنائية أي استفسار؟ أي شيء بتحب تضيفه؟ دكتور إذا في مجال ترفعنا الكتاب على المودل موجود موجود رفعته؟ زمان ما أصلاً بشيلوش يعني هو ما أصلاً كل سنة بضل عيد نفسهم فبتالي الكتاب وحتى في tutorial points أو في أسئلة ممكن تحلوها في عندك reference and textbook بتوجد أو مش متذكر بسميها جزء مش textbook reference توجد من خلاله الكتاب حد عنده أي استفسار آخر؟ يعطيكم ألف عافية يا دكتور نعم حاول بس حاول نزل المحاضرة بكير عشان فوت عليها متأخر تمام تمام إن شاء الله الله يعطيك العافية يعطيك العافية دكتور